افتتح اليوم بقصر الثقافة صالون التكنولوجيات المستقبلية وعالمية الرقمنة وأهميتها في تطوير الاقتصاد. الصالون يعد فرصة لعرض آخر التطورات في مجال التكنولوجيا. حضره وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وكذا وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي، إضافة إلى عديد الشباب حاملي الأفكار وأصحاب المؤسسات الناشئة. الاقتصاد الرقمي ولا الرقمنة ولا موضوع اليوم اللي هو الويب 3 هو قبل كل شيء مسألة تغيير في الذهنيات، لأنه اليوم كما تلاحظون هناك تمكن كبير في مجال التكنولوجي. هناك شركات ناشئة، شباب، نوادي علمية اللي عندهم مستوى عالي جدا في مجال التقنية. ظاهرة ويب ألجيريا 3 هذا بطبيعة الحال يدخل في إطار استراتيجية قطاع الوزارة لمرافقة التحول الرقمي والتكنولوجي في جميع مجالات الإبداع والابتكار.